قال في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثهم أن الأمانة نزلت في قلوب المؤمنين، نزلت في قلوب المؤمنين، لأن المؤمن يكون أمينا، والإيمان من الائتمان وهو الأمن، فالمؤمن يكون أمينا بموجب إيمانه، وتكون الأمانة في قلبه مع الإيمان. ثم نزل القرآن الكريم وأكد هذا الأمر، أكد الأمانة وثبتها ورسخها في قلوب المؤمنين، فكان الإنسان لا يخاف من الغش والخيانة في التعامل معهم في ذاك الوقت، لأنهم أمناء لا يغشون ولا يخدعون. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يمشون على الأمانة في تعاملهم وفي أمورهم، لأن الإيمان عودهم ذلك، والأمانة ترسخت في قلوبهم. ثم إنه يتغير الوضع على طول الزمان، يتغير الوضع فترفع الأمانة من قلوب الرجال، ويبقى أثرها، يبقى أثرها بعد نزعها في القلب، مثل الجمرة التي تدحرجت على الرجل فنفطت، يعني انتفخ مكان الجمرة وتعبى بالماء، ثم يزول هذا يروح. كذلك الأمانة تزول أولا ثم يزول أثرها، ثم لا يبقى في الناس أمانة إلا أفراد من الناس تبقى فيهم أمانة، والكثرة ليس فيهم أمانة. دينهم دنياهم، لها يرضون ولها يسخطون ولها يعملون، ولا فيهم أمانة، ويستبيحون تحصيل المال بأي وسيلة، بالربا، بالغش، بالخديعة، بالمكر، ويسمون هذا مهارة في التعامل، يسمون الغش والخديعة واللعب على الناس، يسمونه من المهارة والحذق في المعاملات، ما يسمونه الغش والخيانة، لا، يسمونه من الكياسة والتنبه للمعاملات، فيسمونها بغير اسمها. إلا أفراد من الناس، يقول حذيفة: بل أول ما أبالي من أتعامل معه، إن كانت الأمانة موجودة ما أتعامل، ما أبالي من أتعامل معه ولا أخاف من الغش. لكن لما تأخر الزمان وجاء أناس غير الأناس الأولين، الأمانة قلت إلا في رجال قليلين يتعامل معهم، وأما أكثر الناس فلا يأمنهم. هذا في وقت حذيفة رضي الله عنه، فكيف إذا تأخر الزمان؟ إذا تأخر الزمان أكثر خطورة وأكثر رفع للأمانة، حتى إنهم يمدحون الخائن الذي لا أمانة، اللي يغش الناس ويخدعهم ويأكل أموالهم بالحيل، يمدحونه في هذا: ما أظرفه، ما أعقله، ما كذا، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. مع هذا يمدحونه في تعامله وفي حيله وفي مكره، في غشه وخيانته، يمدحون الخائن، يخونون الأمين ويأتمنون الخائن. هذا في آخر الزمان. نعم.